كده يا جماعه ان شاء الله هندخل هنلاقي عندنا جهاز زي دوت وفي الزراير دي. مبدئيا هندوس على زرار، هندوس على زرار الباور. تاني حاجه هندوس على زرار معمول عليه 100، مكتوب عليه 100. تالت حاجه هنلاقي ثلاث زراير فيهم شكل موجات، ثلاث زراير فيهم شكل موجات. هندوس على الموجه اللي في النص بنسبه البكره بتاعه التردد ديت على 300، اول قيمه ليها 300، عند 300. السماعه ديت هنوصلها في سكتين دول هيصدر فيها صوت بسبب التردد اللي انا عامله هنا. هنيجي عند الانبوبه ديت هنحط السماعه دي فوق الانبوبه ونقعد نرفع وننزل لغايه ما نسمع اعلى صوت للسماعه، يبقى ده ال اللي احنا عاوزين نحسبها. بعد كده تاني خطوه نغير التردد في كل مره ونعمل نفس الخطوه اللي هي نحسب ال عندنا بتاعت الانبوبه، وهيطلع لنا جدول هنرسم بيه الرسم البياني بتاعنا. في حاجه في رسم البيان اللي هي قيمه ايه، قيمه ايه هيساوي هنقيس نصف قطر، نصف قطر الانبوبه ديت بالفيرنر، ويبقى الاي بيساوي الار اللي هو نصف القطر زائد 6 من 10. يبقى كده عندنا خطوات التجربه كلها.